فاكرني حقلب؟ انت بتمسكني من ايدي اللي بتوجعني؟ لا 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 بس انت مش عيب، ده شطار ابن كلب. ما تستهدى بالله يا عم فلانتينو، لو ليك عند صاحبك مصلحه اعمل له في السيف مروحه. انت مش شايف الكلام اللي ينرفز؟ على اخر الزمن سالم الجرح بيهددني، فاكرني حقلب؟ ده انا اللي هيغلب من الصبح، مش عارف ده الطابيه ولا الفيل. يا عم هو ده وقته؟ ما تهدى امال، الراجل بيعاتبك، ما انت عملت حاجه مست مصلحته وكان ممكن تضره في شغله، وانت ليك عذرك. زي ما سمعت يعني كنت شارب ومش في وعيك. سالم بيه، سالم بيه طول عمرك صدرك واسع وقلبك كبير بيسع الكل، واحنا يا جماعه قبل ما يبقى بينا بيزنس بينا عيش وملح، ولو اتعرض فينا الخطر الكل بيقف في وشه. بس برضه حسونا بيه غلطان، غلطه مش مقصوده، كنت شارب زياده وانفعلت. كان الواجب بقى ابو العز بيه وسليمان ما يسيبوش في اللحظه دي. الله، طب ولا مالنا يا باشا، انت هتلطني في القصه دي ليه؟ ما انتوا برضه معذورين، كنت فاكرينه هدي وراح يرتاح في السويت بتاعه، ما كنتوش بقى عارفين ان كرامته هتنقح عليه للدرجه دي. نهدى بقى كلنا كده ونصلي على النبي. في عين بنت كلب وصابتنا، وانا عن نفسي هذبح بقره وخروفين عشان نبعد العين دي ونرجع اصحاب وحبايب زي زمان. يا ابو الزيد زي زمان. اخوانا حد يقول لي دي الطابيه ولا الفيل وريحوني. سعادتك خارجة؟ عند حضرتك مانع؟ العفو يا فندم، أنا آسف، تحب أندع سيد لحضرتك؟ لا لا لا، أنا خارجة لوحدي، افتح. اوعي تفتكري يا شاطرة إني ما كانش ممكن أمسح بيكي بلاط البيت عندي بعد تصرفك القذر مع جوزي قدام الناس. على فكرة أنا كان ممكن أعمل كده عادي جدا. وسكتي ليه؟ سكوتي ده مش معناه ضعف أو إني مش هعرف آخد حقي منك. اسمعي، أنا جاية أحذرك للمرة الأخيرة، تبعدي عننا خالص وتشيلي سالم من دماغك نهائي، فاهمة ولا مش فاهمة؟ ده تهديد، سميها بقى زي ما أنت عايزة، إنما بيتي خط أحمر، احمر بلون الدم، وانا ما عنديش اي مانع ان انا اوصل معاكي للمرحله دي لو ما عقلتيش وحطيتي عقلك في راسك. لا 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 لا، الكلام ده ملوش الا معنى واحد بس، ده تهديد، وفي بيتي كمان. اسمعي يا مها، من الاخر كده، انا لو حطيتك في دماغي همسحك من على وش الارض، وعندي اللي يعمل كده بس من غير معيار وطيش زي حسونة، لأن ساعتها هنقهولك على الفرازة. تصدقي كنت فاكراكي أضعف من كده بكتير، وهبتدي أخاف منك بجد، لدرجة أني كمان ممكن أعمل لك حساب، وده الحقيقة ما كانش في اعتباري خالص. عارفة ليه؟ عشان مش شايفاكي أساساً. يا حبيبتي يا مها، أنا مش قلتلك تروحي للدكتور تكشفي على عينيكي علشان ما تورطيش نفسك وتبصي في حاجة غيرك؟ حاضر، نصيحة مقبولة يا مواجيه. أهو ده اللي كنت خايف منه. اللي مش محتاج اكرر على حضرتك الكلام اللي قلتولي النهارده الصبح في المركب. الصراحه انا كنت بحسدك على القوه اللي نزلت عليك وانت بتواجه الموقف. كان عندي احساس انك هتطلعي كسبانه ليلادي دي بيتك وكرامتك. انا عارف ان الجرح صعب، بس العقل بيقول
اصبر على جارك السوء، لا يرحل، لا تيجي مصيبه تاخد ولا مؤاخذه، لان لا قيمتك ولا مكانتك زي الاشكال دي. بس بعد ما روحت ودربت الكلام في دماغي لقيت ان الايد في الميه مش زي الايد في النار، عشان كده حطيت احتمال للي حصل من شويه. ولما لقيتك خارجه من الفيلا عرفت ان الجرح صعب وكبير ومحتاج وقت عشان يختفي ويلم. ربنا يقويكي، مش محتاج اقولك ان انا جنبك وان حمايتك فرض واجب عليا، مش بس من اي خطر او قلق حواليكي، لا حتى من الاشكال دي كمان. احلى كوبايه شاي، دوقي بقى يا ستي وقولي لي انا شاطره في شغل البيت ولا لا. من ناحيه شاطره فانا اشهد لك. وتشهدي لي كده من غير ما تدوقي؟ دي تبقى شهاده زوري يا هانم. انا مش بتكلم على الشاي خالص. انت قصدك على الايروبكس؟ يا بنتي ده اكل عيش. ما انا عارفه انه اكل عيش. وانت عرفتي ازاي بقى؟ يعني اللي يركز معاكي يلاقيهم هم حركتين وبتكرريهم مع كل فوق. عادة اللي بيدرب ايروبكس بيبقى عنده بدائل كتيرة جدا عشان لو حد ركز معاه ما يتكشفش ان هو ما بيعرفش يلعب ايروبكس. ياه، ما كنتش اعرف انك مركزة معايا قوي كده. طب يا ستي استري على اختك بقى. من عناية هستر عليكي في الايروبكس. طب وغير الايروبكس؟ انت قصدك الشاي؟ اصلنا عندنا في اسكندرية. انا مش بتكلم على الشاي خالص. ولا انت مصرة تمثلي دور اللي مش فاهمة؟ لا هو انا فعلا مش فاهمه، وانت كده وترتيني فعلا. هي الحكايه بالظبط الا صحيح يا سالي باعتباري جهله شويه، يعني هي شغله الصحافه ما بتاكلش عيش، عشان كده قررتي تحسني دخلك بالايروبكس؟ ولا الايروبكس ده بقى مجرد ستاره؟ الحقيقه انك صحفيه. كنتي فين؟ نعم؟ على فكرة ده مش سؤالي، بابا هو اللي اتصل بيا وسألني بعد ما اتصل بيكي كذا مرة ولقى تليفونك مقفول. مسكين، ما عرفش انك بتخرجي من وراه وكمان بتتأخري. وطبعا حضرتك قمتي بالواجب. طبعا، امال عايزاني اكذب؟ سألني ريهام فين؟ قلت له ما اعرفش. على فكرة انا ما طلبتش منك انك تكذبي، ومش هطلبها منك. عارفة ليه؟ علشان مش بعمل حاجة غلط، ومش على راسي بطحة بحسس عليها. وعلشان اريحك، انا هكلم باباكي وهقول ان انا خرجت اشم شويه هوا لاني كنت مخنوق. وعارفه ايه كمان؟ لانه مش هيمانع في كده، لانه بيثق في نفسه وبيثق فيا قوي. وعارفه السبب التاني ايه؟ ان انا حضرتك مش في سجن، ومش مطلوب مني اقدم تصريح خروج علشان اخرج اشم شويه هوا. وماله؟ لما يجي يبلغيه الكلام ده، بس ما تستنيش مني اشوف حاجه غلط واسكت عليها. على فكره انت بقيتي فظيعه لا تطاقي، حاجه تقرف. أنا آسفة أوي إني بكلمك في وقت زي ده، بس الموضوع اللي عايزاك فيه يستاهل إني أقلقك. خير؟ ينفع أشوفك دلوقتي؟ شوفيني دلوقتي إزاي؟ أنا في القاهرة راجع بكرة في طيارة 8:30 الصبح. يبقى خلاص، لما ترجع بالسلامة إن شاء الله. يعني أنت تقلقيني وبعدين تقوليلي لما ترجع بالسلامة؟ معلش، أعمل إيه؟ ما أنا ما كنتش عارفة إنك مسافر أو حتى نايم. عموماً المسألة قريبة جداً، بس يا ريت لما توصل بالسلامه تعدي عليا ضروري. تصبح على خير. اهلا اهلا. انت فعلا جيت من المطار على هنا على طول؟ مش انت اللي طلبتي كده؟ طبعا انا اللي طلبت. نورتني. ازيك؟ انت كويسه؟ تمام، اتفضل اشرب الشاي. بها ايه؟ طب خلاص خلاص ما تكشرش. انا بس حبيت اعرفك واقول لك اوعى تفتكر انك لما تتخلص من باسم اللي من صلبك انك كده بقيت في امان من مصيرك اللي مستنيك. حاجه واحده بس هي اللي ممكن تغير الفنجال. ايه هي؟